عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بالحلوين بالطيبين، حياكم الله وبياكم. واجهت شخص الله ينفع به ويسر أمره، والله أني أحبه وتابعه، ترى أقسم بالله شخص لا والله أني أعتاج راسي. تخيلوا حزروا وفزروا، من هو ذا؟ تخيل، شوفوه. أهلا أهلا بالحبيب، اهلا بالقمر. تم القبض. ابشر. اشوا يا شيخ، ما لحقت ايام الاولين. مو بتم القبض، كل شوي تم القبض، تم القبض، كل شوي بتكون اصلا. حياك يا عمي، بس ابشر بالخير يا شيخ، جعل الله ينفع بك ويسر امرك ويشرح صدرك يا رب، وابشر بالخير يا شيخ. ابغاك يا شيخ تهجول بسكر ذولي، والله احس انا الحين فهمت؟ ايه كني عسكري ماسك تفتيش، تم القبض. بس سؤال ونصيحة للشباب، كيف كانت الحياة قبل والحياة الحين؟ والله الحياة قبل خلصنا بيكون في فائدة. طيب حياة القبل والله حياة مرة، والحين تحس حياة اول ما في هدف، احنا لقينا الحياة في هدف. أبشرك الحمد لله، الحياة في هدف ولا حياة من تم القبض خايف؟ لا والله القبض خايف، لا والله الحين ما خاف غير من الله. الله أكبر، الله أكبر، وابشر بالخير والله. الله يوفقك. سبحان الله، والله ما لقيناها يوم مسكنا طريق الاستقامة. أبشرك اهدنا صراط المستقيم. الله يديمك على المحبة ويديمك صراط المستقيم دائما. وزد ترى طلعت معه ترى في الخبرية، والخبرية صح اذكر لقاء كان على تفحيط الهجرة. يا عزينك، لونك مثل لون كرك. حياك.